ده اللي انا عايز اقوله. الدكتور عصام شايف المشكله ازاي؟ زي ما قال ولاء، يعني هي المشكله، المشكله ديت كانت موجوده من فتره، واحنا الاتحاد المصريين في اوروبا جه واتكلم عليها من فتره يمكن 4 5 اشهر، موضوع الدولار والعمله و الى اخره. احنا كلنا عارفين ان مصر محتاجه عمله صعبه زي دول كتير جدا. مصادر العمله الصعبه مفروض نعرف هي ايه. هو تقريبا في 5 مصادر للعمله الصعبه لمصر. المصدر الاول اللي هو المصريين في الخارج، زي ما ولاء كان بيقول دلوقتي، احنا بندخل حوالي 1.5 مليار كل 30 يوم كل شهر. دوت مصدر من مصادر العمله الصعبه للبلد. تمام. تاني حاجه عندنا السياحه. السياحه كنا بندخل حوالي 1 مليار في الشهر، دلوقتي نزل ل 200 مليون في الشهر، ليس اكثر ولا اقل، السياحه اتضربت. ثالث حاجه التصدير، التصدير بتاعنا قل. رابع حاجه اللي هم قناه السويس، قناه السويس بتدخل حوالي 0.5 مليار اقل شويه كل شهر. وبعدين بعد كده الاستثمار الاجنبي. المواضيع دي كلها اتضربت لاسباب احنا ما عندناش وقت نتكلم فيها. طب خلينا نركز على موضوع المصريين في الخارج. تمام. النهارده المصري في الخارج، انا مش عايز اسميه مصري في الخارج، هو مصري. ما فيش فرق بين ان انا عايش في لندن وسيادتك عايشه في القاهره. سيادتك موجوده هنا عشان عملك هنا، انا موجود في لندن عشان عملي هناك. بالضبط. ولكن بالضبط. في الاول وفي الاخر هتلاقي كلنا مصريين، وكلنا عندنا افكار، وكلنا عندنا مبادرات. بالنسبه لاتحاد المصريين في اوروبا، مش هو الوحيد، في اتحادات كتيره موجوده وفي جمعيات و الى اخره، بس احنا علشان شغلنا مختلف شويه عنهم. يعني احنا مش جمعيه اهليه خيريه خدميه، احنا لوبي. واللوبي دي كانت يعني كلمه قبيحه قوي زي ما سيادتك عارفه، عشان بيربطوه باللوبي الاسرائيلي. فاحنا يعني بنسميها اسماء اخرى علشان خاطر يعني نبعد عن الموضوع ده. جماعه ضغط مثلا، جماعه ضغط، او دبلوماسيه شعبيه او الى اخره. الكلام ده كله احنا بنعمله. طيب بالنسبه للعمله اللي المصريين في الخارج بيجيبوها، احنا عندنا مشاكل كتير جدا بالنسبه للجمعيات اللي احنا بنتكلم عليها، الاخوان وغيرها. دول ناس فشلوا فشل ذريع جدا داخل الدوله، داخل مصر، لكن في الخارج شغالين، في الخارج موجودين وواضحين جدا عندنا، واحنا عارفينهم وعارفينهم بالاسم، بنشوفهم كل شيء. في لندن واضحين بشده، في لندن وفي المانيا، ويعني في اماكن كتيره في جدا. في اوروبا يعني نشاطهم موجودين. قوي، نشاطهم قوي. ليه؟ لان هم يعني عندهم السبق في حاجات معينه مش موجوده عندنا. زي ايه؟ الشباب، عندهم شباب كتير شغال. الشباب دوت عنده يعني فيزات، او عنده اقامات، او عنده جنسيات اوروبيه. ده بيخليهم يقدروا يتنقلوا من مكان لمكان بسهوله. ثالث حاجه عندهم ويتوغلوا في اماكن معينه ممكن محدش مصري معهوش الجنسيه بالظبط يروح. بالظبط. وبعدين عندهم هم التكنولوجي وعندهم الفلوس. انت مش عايز اكتر من كده. هما بيجيبوا الفلوس دي منين؟ الفلوس دي عندهم بالهبل من اماكن كتيره جدا. يعني هم عندهم تجارات في جميع انحاء العالم. وبعدين في منظمات معينه برضو احنا نعرفها بتمدهم بالفلوس دي، بس برضو ده مش وضع البتاع، لان الكلام فيها حساس يطول شويه. والى اخره الكلام يطول، مش موضوع، وكلام يطول. بس هم عندهم فلوس وفلوس كتير، عندهم كويس. عندهم فلوس وفلوس كتير والى اخره. كانوا شغالين تمام التمام وبيحاولوا بقدر الامكان ان هم يضايقونا، بس هم مركزين على ازاي يضايقوكوا، يعملوا ايه يعني؟ هقول لسيادتك، هم مركزين على 3 دول. اهم دوله عندهم ان هم عايزين يفطسوها لا سمح الله مصر. لان مصر ديت القاطره اللي بتجر الوطن العربي كله. لو القاطره دي وقفت او جرى لها حاجه لا سمح الله، القطر كله وقف خلاص، خلص. فهم بيصطادوا مصر بالذات عشان كده، ومش قادرين يصطادوها من جوه، بيصطادوها من بره. دي حاجة. البلد التانية اللي هم ضاربين فيها جامد اللي هي سوريا، والبلد التالتة اللي هي العراق. فخلينا برضو نركز على مصر. مصر عايزين يحبسوا الدولار، لان هم عارفين زي ما احنا بنتكلم دلوقتي ان الدولار مهم جدا عندنا. احنا بنجيب العيش بتاعنا بالدولار. يعني احنا العيش بتاعنا ده بنجيبه من بره، بنجيب القمح بتاعنا من بره. او عشان اكون صادق، احنا بنحتاج 15 مليون طن قمح كل سنة، 7.5 بس بننتجها هنا والباقي بنجيبه من بره. فالدولار ده عندنا حياتنا. فنعمل ايه؟ زي ما ولاء كان بيقول، عشان مش عايز اعيد الكلام، بيحبسوه بره، بياخدوا الدولار مننا بره ويسلموه لنا الاهالينا هنا في مصر، وعليه بوسه
زائد 60 70 80 قرش زياده. ففي مصريين كتير جدا بيستسهلوا الموضوع، وانا يعني بنقعد نتكلم وطول النهار عمالين نلف في اوروبا عاملين زي مش عارف ايه علشان خاطر نحاول نكلم الجامعات والجمعيات والى اخره، ان خدوا بالكم من المواضيع ده. ويطلع لك واحد يقول لك والله انا اللي حلت كلهم 10,000 يورو ولا 10,000 دولار، انا جبت فيهم في السوق السوداء 5,000 جنيه زياده. ال 5,000 جنيه زياده واحد قالها لي دوت نص جهاز البيت اللي هتجوز بيها. يعني في ناس غلابه جدا الفلوس دي، ال 100 جنيه ممكن يفرق معاهم، ممكن يفرق معاهم. فاحنا برضو خلينا ان احنا نبقى واقعيين مع المصريين في الخارج. عشان نبقى واقعيين هنعمل ايه مع الناس دي؟ هنعمل ايه مع الناس دي اللي هي ممكن الناس البسيطه دي هي مش قصدها في دور مصر، بس هي من غير ما تعرف او غصبا عنها هي تعمل ايه؟ ال 5,000 جنيه فعلا هيجيبوا لها اوضه نوم بالظبط. بنحاول نتكلم معاهم بقدر المستطاع ونفهمهم ان النهارده مهم جدا. لو احنا كلنا ما وقفناش مع بعض البلد ديت ممكن تتعب، ولو تعبت احنا كلنا رحنا في الكازوزه على راي محمد صبحي. ده الكلام اللي احنا بنقوله. غير كده في ناس اغنى شويه، يعني هو برضو في فرق بين المصري اللي موجود في دوله الخليج او دول الخليج والمصري اللي موجود في اوروبا. هم بيحولوا اكتر مننا، بس احنا بنحول جزء كبير كمال كفلوس، لكن في عندنا حاجات تانية بنحولها لمصر. بنحول مثلا ما تاخذنيش في الكلام عقول تكنولوجي خبرات و الى اخره، اللي احنا نتمنى ان الدوله برضه تاخد بالها من الكلام ده. الموضوع كله مش فلوس. ده ممكن يعني ما تفتكريش ان انت عندك مجدي يعقوب واحد ولا مش عارف مين، انت عندك عشرات بل مئات مجدي يعقوب. يعني